إليك الخط. أعود إليك يسري من جديد. أكيد أن العناصر الوطنية الجديدة التي تكلمنا عليها من قبل والتي أبانت أنها حقا تستحق حمل القميص الوطني، معي عبد الإله الحافظي واحد من اللاعبين المميزين الذين تألقوا اليوم وأكدوا جدارتهم في حمل القميص الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي هذه أول فرصة لي، هذه سي رشيد طاوسي عطاني الفرصة هذه ودخلت من بعد شي نص ساعة بحال هكا، ودخلت كجميع مباريات كنلعب مع فرق رجال البلاد، دخلت بشكل عادي وكما كتشوف راه لعبنا واحد الكرة بالنسبة باش نفوزوا وما ساعدناش الحظ. هذه كرة القدم. عبد الإله الحافظ، بغينا إحساس كنت كتدخل أرضية الملعب لأول مرة أمام هذه الجماهير العريضة في مقابلة مصيرية حاسمة. بالنسبه لي كاي لاعب كيتمنى يلعب في هاد الكوب دافريك وتحقق لي هاد الحلم هذا، وبالنسبه لي كنلعب قدام هاد الجمهور هذا الكبير وعريض، بالنسبه لي كتحقق لي هاد الحلم هذا، كنتمنى نلعب في الكوب دافريك وتحقق لي هاد الحلم هذا، كنتمنى نفوز بشي، كنا كنتمنوا باش نفوزوا بهذا اللقاء هذا، ما تمكناش. وهذه كرة القدم. عبد الإله الحفيظي، كيفاش كتنظر للمستقبل ديال الفريق الوطني بعناصر جديده بحال عبد الإله الحفيظي بحال يوسف القديوي مثلا؟ بالنسبه لهاد العناصر هذه ان شاء الله يلا حنا نقولوا بدايه ان شاء الله، راه مازال لاكوب دافريك في 2015 ومازال لاكوب ديمون ان شاء الله، غادي نقولوا كامله الجايه ان شاء الله في 2015 ان شاء الله. عبد الإله الحفيظي، شكرا جزيلا لك. اذا